جاي حالا يا زكي فندم. انت يا زفت. ايوه انت يا زفت. ايوه مستعجل ليه؟ انت هتفتح عكا قدامي. طب مش هنفتح؟ تفطر اتنين ايه؟ البريكفاست قدامي. مع السلامه يا حاج. هو فين؟ انا لازم اقدمه بقى. هو مين ده يا سي زمير بتاعكم؟ دلعت العيله. انا لازم اكسر دماغه. نعم نعم نعم. تكسر دماغ مين؟ انت مش لسه سامع بابا قايل عليك ايه؟ اه بيقول عليا دهول. انما عليا نعمه من ساكت. انا هقلب لكم البيت ده زي سمير بتاعكم، واذا كان عجبكم بقى. جرى ايه يا عيسوي؟ بتزعق كده ليه؟ تعالي شوف اختك بتقول عليا ايه. انت اللي غلطان، ازاي ترد عليهم؟ نعم ليه؟ هو انتوا اللي بل الندى طرطوركوا؟ ايه طرطورنا؟ احنا فنانين، ناس عندنا احساس، مش زيك انت وجوزك. ايه ده؟ انت سايب الشغل وقاعد تقرا في المجلات؟ يا عمي انا مدير عام، مركزي ما يسمحليش ان اطلع بره واشرف على الاعمال وهما بينزلوا البضاعه. الشغل زكا فندي. ما هو لازم تتعلم من زكا فندي. اتعلمنا خلاص في الجامعه. الجامعه دي اللي اتعلمته فيها. انت لغايه دلوقتي ما تعرفش تجمع ولا تطرح. استنى استنى انت. الو. ايوه رمضان. اه البضاعه وصلت من اسكندريه. يا سيدي حاجز لك 5 طن. يعني ايه؟ هبيع ب200؟ شوف يا رمضان، أنا شعاري كده، اكسب قليل، تبيع كتير، تكسب أكتر، فهمت؟ مع السلامة. ده أنت اشتراكي يا عمي. يعني إيه اشتراكي؟ أصل بيع كتير اكسب قليل ده شعار الاشتراكي. لا، أنا شعاري للشرف، فهمني؟ الشرف وعدم الجشع. أنا جاهز يا حاج، جهزت كل الدفاتر كله تمام. طيب أنا حاصل لغاية مأمورية الضرايب، وأنت خلي بالك في الشغل. بلاش حكاية المجلات. كام عادش سكت عليها يا رجاله؟ هو مصمم يبيع اقل مننا؟ عايز يضربنا في السوق. وايه العمل يا معلم؟ لا ولا حاجه، نروح له كلنا نتفاهم معاه. ما انت قلت ده ما بيجيش بالتفاهم، لكن بيجي بالتهديد يا رجاله. هاي صفصف يا روحي، بحياتك طول النهار بشتغل في الشمس المحرقه كله عشان خاطر عيونك يا جميل ومستقبلنا. لا انا ما يهمنيش رضا ابوك دي، يهمني رضاك انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب استأذن اروح عشان في حاجة غريبة دخلت. خير؟ الحاج فين؟ الحاج وصل لغاية مصلحة الضرايب. يعمل ايه؟ راح يجيب ضرايب. انت مين؟ سيادتك مين؟ انا المدير العام، جوز بنت الحاج في اليافطة بره. اهلا وسهلا. بس انا كنت جاي اتفاهم مع الحاج على الخشب. الخشب كله تحت امرك. احنا ناس شعارنا اكسب قليل بيع كتير تكسب اكتر. ولو بيع بقالي ساعة. بأسعار فواتير الشراء، الطن ب10 جنيه. احنا أسعارنا غالية شوية بس خشبنا مضمون. ما تتنحش، هبيع لك ب9 بعد كده. طب ممكن نشتري الخشب كله بالسعر ده؟ أوي أوي أوي. والعربية موجودة برة، بدل ما تنزل البضاعة تشحنها على طول على مخزنكم. والله يا فكرة. تكتب عقد؟ لا ما تهددنيش، تكتب عقد هكتب عقد.